السلام عليكم، معاكم محمود. ورانا فرح زي ما انتم شايفين، عريس وعروسه، ربنا يتم بخير وعقبالكم. موضوعنا النهارده متعلق بالزواج. عادات الزواج عند معظم المسلمين في روسيا، يمكن مش كلهم ولكن معظمهم، بيحبوا الستايل ده، اللي هو بيروحوا الجامع، بتبقى الفتاه والشاب لابسين لبس الفرح عادي جدا، وبيعملوا فوتو سيشن بعد عقد النكاح او كتب الكتاب زي ما بنسميه. وفوتو سيشن ده بيتعمل مثلا على سبيل المثال في مكان النظاره الدينيه او المسجد اللي عقد فيه هذا النكاح. فعندنا احنا مثلا في كول شريف بيتم عقد القران هنا كتير، واذا ما اتعملش عقد القران هنا على الاقل الفوتو سيشن بتتعمل هنا. فبتلاقي عريس وعروسه جايين بزفه كده صغيره او مجموعه صغيره من الاصدقاء جايين يحتفلوا بالعرس هنا. فدي طبعا من المراسم اللي بتبقى تذكاريه رائعه. حتى في ناس بتبقى مش مسلمين وبيجوا برضو عريس وعروسه، بييجوا يحتفلوا هنا، يتصوروا وياخدوا فوتو سيشن يوم الزفاف هنا، لان ده بيبقى اصلا بالنهار، وبعد كده على بالليل مثلا الساعه 7 ولا 6 ولا اي وقت بيبقى، ولا 9 ايا كان، بيبقى الفرح بقى. اللي بيروحوا كافيه، بيروحوا ريستوران، بيروحوا قاعه يعني حاجزينها، ويعملوا الفرح بتاعهم ايا كان بقى، 20 واحد، 30 واحد، 50 واحد، 100 واحد، حسب العدد اللي بيحضر. مش هخش لكم في التفاصيل كلها بتاعه الزواج، ولكن هي الفكره كلها ان الناس دي جزء بيعملوه للسعاده اللي اتعودوا عليها من سنين، وجزء منها الشعيره الدينيه اللي بتريحهم، بتخليهم ارضوا يعني في ناس اعرفهم ارضوا يعني ايه نفسيتهم دينيا من الجانب الديني او الروحي. في ناس اعرفهم مثلا كتير كان زمان مش متدينين، بس يقول لك لا لازم، البنت تقول لك لازم البس البلاطوك، البس الاشارب واتصور الصور عند جامع كول شريف. ده جامع على فكره ناس حتى مش من تاترستان، من بره تاترستان، نفسهم نعمل الفوتو سيشن بتاعنا هنا. فهي يعني شعيره كده، يعني في ناس يقول لك ايه ده بدعه، عم بدعه مش بدعه، الناس مبسوطه ما بيعملوش حاجه غلط ولا حرام، بييجوا يتصوروا هنا علشان صور دي صور الزواج اللي بتقعد، يعني اللي هي تذكر بيقعد لسنين يتذكروا الايام الجميله دي. على فكره في ناس كتير هنا روس يعني عنده 80 سنه وبيحبوا مراته قوي، هم متجوزين بقالهم 60 سنه ولا 50 سنه وبيحبوا بعض جدا، يعني مش كلهم بيندموا بعد الزواج يعني. طيب النقطه الاخيره بقى اللي عايز اقفل بيها، في جزئيه كده يعني كان ناس كتيره تقعد تتك عليها. استنى بس الشمس اورى دماغي، مش عارف اشوف حاجة. هي نقطة الصراحة مزدوجة، اللي هو الجزء الاول وده الاشهر او الاعم، يعني اللي هو يقولك احنا ليه نعمل، او يقولك نعمل زواج شرعي ولا زواج الزكس الرسمي بتاع الدولة. ان الرد بيكون على فكرة الواحد بقى بيقعد يتلاشى في الزون بتاعة التصوير بتاعة كل واحد يطلع الموبايل او الكاميرا ويبتدي يصور، فانت تحاول تبعد عن الشخص اللي بيصور عشان ما تبوظلوش الصورة، عشان ما تطلعش في الكادر. الراجل ده بيسك حاجة. المهم فهي دي النقطة، الناس يقول لك نعمل شرعي ولا بتاع، فلا ما تعمل زي الروس، اعمل اتنين، الشرعي الديني اللي بيبقى على ايد مأذون او مولى او شيخ، واختار الشيخ اللي يعجبك طبعا، المذهب اللي يعجبك، والزكس اللي هو التوثيق الرسمي عشان الدولة تعترف انكم متجوزين. بس ايه لازم اوريكم منظر يعني، ما تبقاش الدنيا بلين كده ورايا. فبس فدي الجزئيه الاولى. لكن في ناس يقول لك لا بس انا مش محتاج الشرعي ده، وايه لازمته، ما باخدش بيه ورق وبتاعه. بص يعني مش هقول لك قلدهم واعمل زيهم، لكن هي بصراحه. عليكم السلام، سلم عليك.
الشرعي في القصة دي كلها ان انت يكون عندك الجانب الديني مش غايب، يعني موجود، يعني النظرة الدينية عايزة تعترف يعني بال anyway دي او يعني انت عايز تعترف ان لربنا او يعني توثق كمأذون الزواج الشرعي ان انا اتجوزت، لان الزواج اللي هو اي نعم ده اشهار برضو بتاع الحكومة اللي هو في الزاكس ده اشهار، ولكن مش على ايد مأذون. فانت بس ايه علشان الاركان تستوفي بنعمل الموضوع ده. في ناس حتى بعض المشايخ كان، بس مش كل المقاطعات الصراحة، كانوا يقول لك ايه اتجوزوا في الزاكس الاول وبعدين تعالوا هنا، ان انت تبقى اشهرت فاضل بقى على ايد المأذون وابقى انا كملت ايه الدور. وفي ناس يقول لك لا يعني هتروحوا بعد كده الزكس بعد يعني في مشايخ بتقول كده وفي ناس العكس. المهم وفي ناس ما يهمهاش يعني تعالوا اتجوزوا خلاص، وثقتوا في الزكس ما وثقتوش ده مش شغلتي. جزء ايه الشق التاني بقى، واحد ده يقول لك انا لو اتجوزت مسلمة او غير مسلمة كله محصل بعضه،